بص يا أمه، أنا عندي شوية مشاكل في البلد دي، بس في مشكلة حاسس بعون الله إن حلها عندك إنتي. وده ليه؟ لأني كنت بشوف أبويا الله يرحمه يديك العشرين جنيه من دول تفطرينا وتغدينا وتعشينا وتدينا مصروفنا منها، واللي يتبقى كمان تخش بيه جمعية. فأنا عندي حاجة هنا اسمها عجز في الموازنة، أحلها إزاي؟ والعجز اللي أنت بتقول عليه ده يعني ندفعه فوري ولا ممكن يتقسط؟ يتقسط إيه ياما؟ ياما أنا بلد كبيرة أقربها لك إزاي؟ بص ياما، أنا عندي خرم في الحيطة ولازم أسده. طب ما تسده يا واد، ده أنت وأبوك بنين القهوة طوبة طوبة مع بعض، يعني أنت عندك فكرة عن المعمار؟ ياما بقول لك مثلا، خليكي معايا على التراك ياما، افهميني يا أخويا. مثلا أديني معاك على التراك. افهميني ياما، أنا بلد عظمى نمرة واحد في الدنيا. طب ومصر؟ أم الدنيا ضفرها برقبة الكل. خلاص تهت والإناث. هو عدد الناس اللي في أمريكا كام؟ 350 مليون نسمة. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. هو احنا بقى ايه، نعمل جمعية وكل واحد أمريكاني يدفع دولار في الشهر، يبقى المجموع كام؟ 350 مليون دولار. بسم الله عليك، جبت التيابة. يا سلام. والاسم الأول؟ أخدها أنا طبعاً عشان أسد بيها الموازنة. لا يا حبيبي، أخدها عشان أفك رهنية البيت والقهوة وأجيب شوية حاجات كده لازماني. يعني أنت ياما تقبضي أول اسم عشان تفك رهنية البيت، وأنا أخد تاني اسم عشان أفك بيه الموازنة؟ لا يا حبيبي، ده أنا داخلة بنفرين. استناني كده، خد يا حبيبي وادي 2 دولار أهو، فلوس أول شهر. تديني 2 دولار وتقبضي 700 مليون دولار؟ نورت يا أمه. ده نورك يا حبيبي. جمعية. بوبي بوبي، بس الحركة دي جديدة اتعلمتها. حلو؟ إيه ده؟ مين اللي علمها لك دي يا رح؟ سارة صاحبة كفاح. وتشوفتيها فين؟ هي دلوقتي فوق مع كفاح في الأوضة. يا ابن ال... في بيتي؟ ينفع؟ حشمة! الحقني! الشركة بتاعتي اتسرقت! شيخة خضتيني انت رخرة، فداك اجيب لك غيرها. الشركة بتاعتنا يا حشمة، ده غير ان انا كنت مخبيها في شنطة كيوت جدا كده، صغيرة سودة صايعة، كنت واخداها من فورتيكا. استنى! يا نهار ازرق، شنطة صايعة قوي واخدها من فورتيكا. انت ضيعت الشنطة؟ انا ما ضيعتش، دي اتسرقت بالشنطة. روحنا في داهية. اعمل ايه يا رب دلوقتي؟ اعمل ايه؟ فورتيكا، ركزي في اللي هقوله ده. بنجامين ما يسيبش أي بني آدم يخرج بره الفيلا إلا ما يفتشه، ومفيش حد يخرج إلا بإذني. تعالي لي حالا. بعدين نفذي، ما تسأليش.